ياري لالفا سميدو، الكرة إلى روما، إلى الزيد، الزيد الآن تسديده، الله لقطة وهدف رابع يأتي هنا الزيد، هدف رابع جميل اليوم بقدم اليمنى من الزيد، يسجل هدف رابع بطريقة رائعة جدا وبفرحة كبيرة وبتسديدة حاضرة على مرمى رافائيل مارتينيز. الله على هدف رابع، الله على هدف رابع لفريق نادي اليوم. شاد 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 شاد. التمريرة من ألفا سميدو إلى روما، مررها إلى الزيد، الزيد وضعها بقدم اليمنى في الزاوية اليمنى بجانب رافائيل مارتينيز، والكرة صعبة جدا في الزاوية الضيقة يا رافائيل. رابع أهداف اليوم، رابع أهداف اليوم في هذا اللقاء وفي هذه المواجهة، يأتي بنتيجة كبيرة جدا في هذا اللقاء، بنتيجة كبيرة جدا في هذه المواجهة، وفرحة حاضرة هنا ما بين الزيد وزملائه بهذه الطريقة، الوجوه الشابة تظهر هنا مع نيوم وتتألق.